سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غنصاوب واحد الكيك ديال التفاح، كيجي بنين البنات وزوين بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوه. اول حاجه غنحتاجوا فيه، والاهم من هادشي كامل، هو انه صحي، ما نديرو فيه لا سكر لا زيت، يعني كيك صحي. ممكن الناس ديال السكر يتناولوه، ممكن الناس كيديروا الريجيم، يعني كيك زوين بزاف. وفاش كتذوقوا ما كتحسوش بداك المذاق ديال، زعما ما كتحسوش بلا خاصه سكر ولا شي حاجه، فريمون شي حاجه واعره. كنتمنى انكم تجربوها. لهذا الكيك ان شاء الله غادي نحتاجو عندي هنايا كيلو ديال التفاح. البنات يمكن لكم تستعملوا هذا الصفر، وكيف يمكن لكم تستعملوا الاحمر، ما كاينش مشكل. المهم عندنا كيلو هنايا. عندي هنا كاس كبير ديال الحليب، كاس كبير ديال الحليب، كاس ديال العنبه ديال الدقيق، وعندي هنايا شويه ديال القرفه. عندي هنا 4 ديال البيضات، المهم متوسطين، ما كبار ما صغار. عندي هنا 2 ديال خمارة ديال الحلوة، من وزن 8 غرام 2. وعندي هنايا 2 ديال الفاني. صافا البنات، هادشي اللي غنحتاجوه في هاد الكيكة ان شاء الله. اول حاجة غادي نقي هاد التفاح مزيان، وغادي ندير شويه ديال الحامض باش ما يكحلش لي، باش ما يكحلياش ضروري خصنا نديرو ليه الحامض. المهم البنات دابا انا غنقيه ومن بعد نتلاقاو. صافي البنات، المهم التفاح كنقشروه ولا كنقيوه كيف بحال اللي فاش كنبغيو ناكلوه عادي. كيف قلت لكم البنات، ضروري تبقاو ديروا الحامض مزيان على هاد التفاح ملي تكونوا كتصاوبوه. بحال دابا الحبه اللي صاوبتو، ديروا فيها العصير ديال الحامض باش كيبقى البنات محافظين على هاد على اللون ديالو، ما كيكحلش. وكيف كتشوفوا البنات، قطعتوه بهذه الطريقه رقيق، قطعوه بحال هكا. المهم دابا ان شاء الله غادي ندوزو، غادي نهرسوا البيض هنايا، 4 ديال البيضات، البنات من بعد ما هرست 4 ديال البيضات غادي نطربهم مزيان، طرب اليدوي فقط. صافي البنات، من بعد ما طربته مزيان، صافي البنات، من بعد ما طربت البيض ديالي مزيان، غادي نزيد عليه دابا هاد الخمارات 2، غادي نضيف عليهم هاد كاس ديال الحليب. صافي البنات، دابا غنخلط كلشي. كما قلت لكم، هاد الكيكه يمكن الناس اللي كيديروا ريجيم اولا الناس ديال السكر يمكن لهم انهم يتناولوها. المهم الاضافه ديال العسل كتبقى اختياريه الا بغيتو. وبصراحه البنات راه ما كاينش اللي غير زعما كتناولوها اولا كتذوقوها ما كتحسوش بداك، ما كتحسوش بلا ما فيهاش السكر، يعني كيكون المذاق ديالها رائع بزاف البنات. المهم انا درت انا شويه ديال العسل الحر، كما قلت لكم الا بغيتو تزيدوه كيبقى اختياري. صافي كنخلط ديال الطحين كامل، غادي نزيدو عليه هاد الشاتي ديال الفاني. قلت لكم البنات ديروا جوج ديال الفاني اللي كتعجبكم النسمه ديال الفاني بزاف. باش غادي نخلطوا هاد الشيء مزيان، الدقيق مع الفاني.
صافي غنخليوه على جنب. دابا البنات غادي ندوزو لهذا المول. البنات المول ديروا اي مول بغيتو، المهم يكون ما كيتحلش من الجوانب، حيت ملي غنديروا السائل باش ما يخرج ليناش من الجوانب يكون هكا يعني مجموع. انا هنا دهنته بالزبده ودرت عليه شويه ديال الدقيق. يمكن لكم ديروا داك الورق بقاو الطرفه ديال الزبده هنايا خليتهم، يمكن لكم تخليهم حتى نتوما، يمكن الا ما بغيتوش ما تخليهمش، انا كيعجبني نخليهم بحال هكا فاش كيسخنوا يعني كيعطيو ديك الطراوه ولا الكيكه ديالنا. المهم غنحاول نوزعهم بحال هكا شي شويه على هكا. صافي البنات غنبداو على بركه الله. اول حاجه كنبداو بها انا كنبداو كنصطفو التفاح ديالنا على هذا الشكل، هذا نديرو بحال شي ورده وحنا غاديين بحال هكا. وحده 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 البنات تصاوبوا ديروها تكون التفاح يكون رقيق شويه، ما يكونش ما تغلظوش، حاولوا ترققوه شويه يجيونا الطروفه ديال التفاح رقاقين شويه. فالبنات انا غنكمل على هذه الطريقه حتى نكمل الدائره ديالي كامله. صافي البنات من بعد ما كنصطف التفاح ديالنا بحال هكا على هذا الشكل هذا، المهم غناخذ دابا شويه ديال هذا الدقيق اللي درنا فيه الفاني وغادي ندردرو بحال هكا من فوق التفاح. حاولوا اننا نديرو في الجوانب ما نساوهمش. صافي دابا غنزيدو طبقه اخرى ديال التفاح. المهم البنات غنكمل على الطريقه، ندير الطبقه الثانيه ديال التفاح ديالنا ومن بعد نتلاقاو. بعد البنات ما درت الطبقه الثانيه درت فيها الدقيق كما درنا في الاولى، دابا ندير الطبقه الاخيره والنيت الثالثه وهي الاخيره النيت. صافي البنات من بعد ما كملنا الطبقه الثالثه غادي نديروا الدقيق اللي بقى لينا، حاولنا نخويه كامل هنايا. دائما البنات الجوانب ما نساهمش. صافي البنات صافي البنات دابا غادي نخوي عليهم هذا الخليط هذا اللي درنا فيه 4 ديال البيضات ودرنا فيه 2 خمارات. غنزيد البنات شويه ديال القرفه، الا ما كنتوش كتبغيوها ما تزيدوهاش هنايا حتى الاخر، زعما شي شويه هنايا كما قلت لكم. هاد العسل اللي درت درتها غير اختياريه، يمكن لكم ما ديروش، ما كاينش عندكم العسل اللي هي زعما حقيقيه حره. صافي دابا غادي نخوي هنايا هاد الخليط ديالنا هذا، نخويه فوق هاد الكيكه اولا فوق هاد التفاح ديالنا. خويا البنات متساوي ما نساوش الجوانب حتى هما نخوي فيهم. على هكا كناخذ شي معلقه كنحاولوا اننا نغطيو هذا التفاح هذا اللي باين لينا هنايا، نحاولوا نديروا له بحال هكا غير باش ما يبقاش باين لينا هاد الطحين. البنات انا نكمل على هاد الطريقه كما قلت لكم حتى ما نخليش هاد الدقيق كيبان. من بعد نتلاقاو البنات. كندير شي شويه ديال القرفه، ضروري البنات من القرفه كتوها مزيان مع هاد التفاح، بها غنزينو من الفوق. صافي البنات دابا ان شاء الله غندخلوها الفرن ملي طيب نتلاقاو ان شاء الله. البنات الكيك ديالنا كيجي على هاد الشكل كما كتلاحظوا معايا، البنات كيجي رائع بزاف صراحه، ما كتحسوش ما كتحسوش به زعما ما فيهش سكر ولا شي حاجه، ولا يعني كيجي رائع. غادي تذوقوا البنات فريمون غادي يعجبكم. كما قلت لكم الناس اللي فيهم سكر والناس اللي الناس اللي كيبغيو يديروا الريجيم حتى هي كتبقى شي حاجه
غادي تعجبكم. قطع واحد الطريف نوريكم كيفاش كتجي بحال هكا البنات، هو الشكل ديالها بحال هكا كتجي. كنتمنى تكون باينه بحال هكا. صافي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بالتفاح، كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوها. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.